السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم عندي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. وصفتنا نهار اليوم راح تكون مملحات بواحد العجينة هايلة، دي ما شاء الله بلا عجينة التوريق، وراح تجينا مورقة وتجي بزاف شابة. هنايا واش عندي؟ نسحق عندي 3 كيسان ونص تاع الفارينة، نسحق حبة بيض، عندي 250 غرام تاع زبدة التوريق، راني قسمتها هنايا، ديت 250 غرام، وعندي كاس ما بارد جبته مثلا في الثلاجة، حطيته 10 دقائق وهو في الثلاجة، يكون لازم يكون بارد مليح. وعندي هنايا قلت حبة بيض، نسحق مغرفة تاع الخل والملح بيان سور. نبداو بسم الله. انا هنا الفارينة تاعي راني غربلتها، قلت 2 كيسان ونص تاع الفارينة، هكذا. والزبدة تاعي انا هنا انا رايحة نرفيها، نجيب لاغاب تاعي، انا هنا نرفيها بالخشين. نسيو خطرة خطرة نديروها هنايا في الفارينة باش ما تلصقناش في لاغاب. كما راكم تشوفوا هنايا البنات، هنايا الزبده تاعي صايا راني كملتها. وهنا دو بريفيرونس الزبده تكون بارده باش تساعدنا في الخدمه. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذه. دوك نسيي نخلطها غير بالعقل، ما نحلهاش لداخل ولا نزير عليها، غير بالعقل هكذا. وهنايا الكيسان تاعي رفدو 220 مليلتر. دوك هنايا ندير الملح، ابيبخي واحد المغرفة صغيرة تاع الملح. وهنايا نكسر الحبة بيض تاعي، ندير لها مغرفة تاع الخل، ونزيد لها الماء. هنا الماء ندير غير نص برك ونشوف الماء، نقعدو نضيفو غير بالعقل باش ما تجرناش لاخر. كيفاش ندخل لها الماء غير بالعقل، ما نعجنهاش بزاف. انا هنا راح نزيد لها شويه ماء، درت لي كاس وزدت لها شويه بهذه الطريقه هذه. دوك هذا هنايا نخليها تريح، وقد ما خليناها تريح قد ما تجينا النتيجه مليحه. نخليها تريح هنايا لو طون نوجد الحشو تاعي. بالنسبه للحشو تاعي هنايا عندي بصله كبيره هنايا رابيتها، مع حبه زروديه تكون متوسطه ثانية رابيتها، وعندي صدر تاع الدجاج مقطعته هكذا دي بتي مورسو. هنايا ماشي صدر كامل، ديت غير طرف منه وقطعته. هنايا في مقله عندي شويه زيت، وندير البصل تاعي، مع الزروديه، كيما هكذا نخليهم يتقلاو مليح مليح حتى يذبل معنا البصل. ومن بعد ندير الدجاج تاعي وندير لي زيفيس. دوك نغطيه ونخليه، نحي هذا منه. كيما راكم تشوفوا
هنا يا البنات بعد ما تقلالي مليح، نضيف الدجاج تاعي، نقدروا نبدلوه بلا بيون باشي، ندير الملح، نزيد شويه فلفل كحل، شويه كركم، سكنجبير، ونغطي عليها ونخليها طيب. وهنا يا لاطات تاعي هاد بعد ما ريحت قلت لازم نخلوها تريح مليح مليح على الاقل ساعه، نخلوها تريح نطويها هكذا. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما كنت حليتها كامل، حليتها بهذا السمك هذا، ما تكون خشينه ما تكون رقيقه. عندي هذا الطابع حنقطع به، نديرو في الفرينه هكا باش ما يلصقليش. كما راكم تشوفوا هنايا راني حليتها كامل. دوك هاد العجينه هذه ثاني يمكن نحيوها، نسيو كيفاش ما نعجنوهاش، نتعاملوا معها كشغل انا نتعاملوا مع العجينه المورقه. كيما هاكا نسيو كيفاش نديروها هكذا. هنايا الحشو تاعي راه برد، هنايا كي طاب درتلو شويه تاع الزعتره وشويه تاع المعدنوس، وعندي الفرماج غافي باش ندير من الفوق. نبدا هنايا بسم الله ندير شويه، كيما هكا دوك ندير لهم شويه فرماج غافي. هنا اللي يحب يزيد الزيتون ولا اي اضافه يزيدها. كيما هكا دوك هنايا عندي بياض البيض، نجيب بانسو، هي نسيت باش نديرها هي الاولى، نسيتها قبل ما ندير الحشو لازم ندير شويه تاع البياض البيض، وندير هذه من الفوق ونزيرو هنايا مع الطرف.
لازم نزيرو عليهم هنا مليح باش ما تنحلناش لاباط. كيما هكا البنات دوكا نكملهم كامل بنفس الطريقه ونرجع لكم. كيما راكم تشوفوا هنا البنات كملت شكلتهم كامل ودهنت السنيبه تاعي ورشيتها بالفرينه حطيتهم هنا. انا بعد ما كملتهم كامل شتو درناهم كاع كيما هكذا عاود قطعتهم بهذا الطابع هذاك كيما هكذا باش يعطيونا الشكل تاعهم يكون شباب. ونقدروا نقطعوه باي طابع نحبوه ماشي شرط يكون مدور كيما هكا. دوك انا هنايا عندي حبه بيض درت لها شويه تاع الخل وندهنهم كامل من الفوق. دوك انا ندخلهم الكوشه تاعي راهي سخونه ديجا من قبل على 180 درجه حتى نشوفوهم طابوا وتحمروا مليح ونحيوهم. هاهم ليك المملحه تاعي بعد ما طابوا شوفوا كيفاش طابوا طابوا ما شاء الله وجاوا مرقين اون ديغي لا بات فايتي وهي ما يعني عجينه سهله التحضير ويجوا مقرمشين. راهم سخونين مازالهم سخونين. يجوا ما شاء الله يعني وصفه تستحق التجربه. كما هكذا نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه واذا عجبتكم مانيش بلي جام تبعكم واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصل لك في الجديد. تهلاو في رواحكم ومع السلامه.